لسه ما لقينا الوقت انه نتحدث فيه انك تسمع اداره نادي الهلال، لكن الاسبوع هذا انا ووكيل اعمالي حد سنح لنا فرصه انه نتكلم ونشوف يعني اللي حيعرض يعني، ولكن في الاخير سواء سنه او سنتين، لكن في الاخير اللي هو الافضل لنادي الهلال هو الافضل لي اكيد، يعني هو اللي حنسويه مع بعض. في النهايه نسكت.